সত্যনের মশাল বাহী প্রিয় মনীষীদের পাপড়ি টিভি অধিবেশন এখনই আনুষ্ঠানিকতার সাথে শুরু করা যাচ্ছে। শুরুতে পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে তেলাওয়াত নিয়ে আসছেন বাংলার নন্দিত মুফাসসির, লক্ষ লক্ষ যুবকের মনের রোহের খোরাকের আধ্যাত্মিক রাহবর বক্তা, আপনার আমার সুপরিচিত ইত্তেফাকুল আয়োজন বাংলাদেশের সম্মানিত উপদেষ্টা আলহাজ হাফেজ মাওলানা মুফতি হাসান জামিল শাহী। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى جميعا فإن
صدق الله العلي العظيم. পাপড়ি টিভি হক্কানি ওলামাই কেরামের মুখপাত্র।